نجحنا صافي الحمد لله فرحنا الفرحة تاع الفرق صافي ما كناش نداو فيها كيما انا اليوم نهار كامل انا بالك ما رقدتش الليل والله الحمد لله البت ليل نو ما رقدتش الليل تسنى في الريزلتا 12 ساعه وانا في الطريق الله يبارك بارك فيك الحمد لله كي وصلت هنا ما رقدتش لقيت بالي واسع نص ساعه الاخر قريب هبلت اشحال برك المعدل جبتو دوقا 11.98 الله يبارك ما شاء الله واش من شعبك تقرا فيها كهربائيه الله يبارك وعلى شويه العام هذا ولا والله السنه الثانيه ثانوي كانت شويه صعيبه ولكن السنه الثالثه سهله بربي ان شاء الله اللي يقرا يلقى واللي ما يقراش طفرت فيه نورمال معليش معليش من هذا المنبر واش راح نقول لهم الناس اللي ينجحوا على كل حال مبروك عليهم والناس اللي ما نجحوش ماشي نهايه العالم يقدروا يحاودوا وما يعمرش راسه ينحيها من باله ويخمم العام الجاي ان شاء الله وان شاء الله يعاود ينجح هذا الباك ماشي نهايه العالم فهمتني هذه هي يا خويا كيما فرحت انت نتمنى هادو مام اللي يعاودوا كيما يقولوا لازمنا ننسوه فوالا بارك الله فيك يعطيك الصحه ميرسي الله يسلمك